السلام عليكم. سنصحح اليوم بإذن الله بعض التمارين التي تخص درس التوالد عند الحيوانات للسنة الثانية إعدادي. قبل أن نبدأ، سنتذكر ما تطرقنا له في الفيديو السابق والذي ألقينا فيه نظرة على التوالد عند الحيوانات. فالتوالد عند الحيوان يتطلب حدود تزاوج، أي تقارب في الأعضاء التناسلية الذكرية والأنثوية كما نلاحظ في هذه الصور. لكن هناك حيوانات تتوالد دون حدود تزاوج، أي دون تقارب بين الذكر والأنثى، كقنفذ البحر، لأن كل من ذكر وأنثى قنفذ البحر يلقيان بأمشاجهما في الماء دون حدود تقارب ليحدث الإخصاب. والإخصاب هو التقاء حيوان منوي واحد ببويضة واحدة واندماج نواتيهما لتتكون بيضة، وهو نوعان: إما إخصاب داخلي عندما تلتقي الأمشاج داخل المسالك التناسلية، أما الإخصاب الخارجي فيتم التقاء الأمشاج خارج المسالك التناسلية في الماء كما قلنا بالنسبة لقنفذ البحر. والبيضة التي تنتج عن الإخصاب تتعرض لعدة انقسامات لتعطي جنينا ينمو إما داخل الرحم ليولد بعدما يتم نموه فنقول أن الحيوان ولود، أو ينمو الجنين داخل بيضة ليخرج إلى الوجود عبر عملية التفقيس فنقول أن الحيوان بيوض. يعرف هذا الصغير نموا مباشرا عندما يكون شبيها بالحيوان البالغ، أي يزداد في القد والكتلة دون حدود تغيرات في شكله أو في نمط عيشه. ونقول أن الصغير يعرف نموا غير مباشر عندما يخرج من البيضة وهو يختلف تماما عن الحيوان البالغ في شكله ونمط عيشه، ونسميه يرقة، والتي ستتعرض لمجموعة من التحولات حتى تصبح شبيهة بالحيوان البالغ. فبعدما تذكرنا بعض الخصائص والعناصر المهمة التي تميز التوالد عند الحيوانات، نمر الآن للتمارين. نبدأ بالتمرين الأول. تعيش سحنية البحر مثبتة على الصخور في شاطئ البحر كما نلاحظ في الصورة، وخلال فترة التوالد تحرر الأنثى في ماء البحر بويضات ويحرر الذكر أمشاج ذكرية، تلتقي هذه الأمشاج فيما بينها فتتشكل بيضة تنفقس بعد مدة وتعطي يرقة تسبح في الماء، تتثبت على سطح الصخور حيث تتعرض لتحولات عميقة تعطي سحنية فتية تنمو لتصبح بالغة قادرة على التوالد. أول سؤال، حدد معللا جوابك. نمط الإخصاب عند سحنية البحر، هل الحيوان ولود أم بيوض؟ نمط نموه مباشر أم غير مباشر؟ وأخيرا، مثل بواسطة خطاطة دورة حياة سحنية البحر. إذن كما تلاحظون لدينا النص يشمل معطيات حول سحنية البحر سنعتمد عليها للإجابة على أسئلة هذا التمرين، لكن من الأفضل أن توقفوا الفيديو الآن وحاولوا الإجابة على أسئلة هذا التمرين قبل تصحيحه. بعدما تكونوا قد أجبتم عن هذه الأسئلة، نبدأ بالسؤال الأول. المطلوب هو أن نحدد نمط الإخصاب عند سحنية البحر. نعلم أن الإخصاب إما يكون داخلي أي داخل المسالك التناسلية، أو خارجي أي خارج المسالك التناسلية في الماء. حسب المعطيات لدينا، خلال فترة التوالد تحرر الأنثى في ماء البحر بويضات ويحرر الذكر أمشاج ذكرية لتلتقي هذه الأمشاج، أي أن هذه الأمشاج تلتقي في الماء يعني خارج المسالك التناسلية، وبذلك نقول أن لسحنية البحر إخصاب خارجي. ولا ننسى كتابة التعليل كما طلب منا في السؤال، ونكتب: لأن الأمشاج تلتقي في الماء خارج المسالك التناسلية. السؤال الثاني، هل الحيوان ولود أم بيوض؟ نتمم قراءة المعطيات.
إذا قلنا تلتقي هذه الأمشاج فيما بينها فتتشكل بيضة تنفقس بعد مدة وتعطي يرقة تسبح في الماء، أي أن الجنين ينمو داخل البيضة التي تنفقس فيخرج منها الصغير. إذن فسحنية البحر حيوان بيض. ولا ننسى التعليل، لأن جنينها ينمو داخل بيضة. والمطلوب الآن في السؤال الذي يليه هو تحديد نمط نمو هذا الحيوان، هل هو مباشر أو غير مباشر؟ لأن كما قلنا عندما تتشكل بيضة تنفقس بعد مدة تعطي يرقة تسبح في الماء تتثبت على سطح الصخور حيث تتعرض لتحولات عميقة تعطي سحنية فتية تنمو لتصبح بالغة قادرة على التوالد. إذا لدينا يرقة تتعرض لتحولات فتعطي سحنية فتية التي ستنمو تصبح بالغة قادرة على التوالد. إذا فلسحنية البحر نمو غير مباشر، ونكتب في التعليل لأن اليرقة التي تخرج من البيضة لا تشبه سحنية البحر البالغة حيث ستتعرض لتحولات عميقة لتعطي سحنية فتية. بالنسبة لآخر سؤال، سنمثل دورة حياة هذا الحيوان على شكل خطاطة لتعاقب مراحل التوالد والنمو عند هذا الحيوان. كما نعلم أن التوالد لا يتم إلا بوجود الذكر والأنثى، إذا نبدأ الخطاطة بكتابة ذكر سحنية بحر بالغ وأنثى سحنية بحر بالغة. بعد ذلك نشير لدورهما الأساسي هو إنتاج الأمشاج، فأمام الذكر نكتب حيوان منوي، وأمام الأنثى نرسم سهم ونكتب بويضة إشارة إلى أن الأنثى تحرر البويضات. ليلتقي الحيوان المنوي مع البويضة وتندمج نواتيهما أي إخصاب، وبالضبط تعرفنا أن لسحنية البحر إخصاب خارجي لا ننسى الإشارة إليه. وما ينتج عن الإخصاب تكون بيضة التي تتعرض لعدة انقسامات فتعطي جنين ينمو داخل بيضة والتي تنفقس فتخرج منها يرقة تتعرض لمجموعة من التحولات فتعطي سحنية بحر فتية تنمو لتصبح بالغة قادرة على التوالد. وهكذا نكون قد أتممنا الخطاطة. فانطلقنا من الذكر والأنثى البالغين، ثم تتعاقب الأحداث المتتالية من إنتاج الأمشاج والإخصاب والنمو، لنعود مرة أخرى إلى الذكر والأنثى، وهذا ما نسميه بدورة حياة. في هذه الحالة كانت لسحنية البحر، دون أن ننسى الأسهم التي تسهل علينا قراءة الخطاطة قراءة صحيحة. الآن التمرين الثاني، أيضا لدينا نص به معطيات حول الحبار. الحبار حيوان لا فقاري يعيش في البحر أثناء فترة التوالد وبعد استعراض زواجي يدوم مدة قصيرة. يقوم الحبار الذكر بإدخال خثيرة تحتوي على أمشاج ذكرية داخل الفتحة التناسلية للأنثى الموجودة على مستوى البطن. تنتقل الأمشاج الذكرية داخل المسالك التناسلية للأنثى وتتجه نحو البويضات فتخصبها. بعد الإخصاب يتغلف البيض الغني بالمدخرات الغذائية بقشرة سميكة وصلبة. تضع الأنثى البيض في شكل عناقيد تثبت على النباتات البحرية كما نلاحظ في الصورة، وبعد حوالي 3 أشهر ينفقس البيض ويخرج منه صغار الحبار شبيهون بالحبار البالغ، الصورة تظهر ذلك. ينمو الصغير إلى أن يصبح بالغا وقادرا على التوالد. والأسئلة بنفس نمط التمرين السابق. أول سؤال، حدد معللا جوابك، هل الحبار يتزاوج أم لا؟ نمط الإخصاب عند الحبار، هل الحيوان ولود أم بيوض؟ نمط نموه. وأخيرا نمثل بواسطة خطاطة دورة حياة الحبار. إذن أسئلة واضحة يمكن الإجابة عنها بكل سهولة. نبدأ بالإجابة سريعا.
هل الحبار يتزاوج أم لا؟ نقول أن الحيوان يتزاوج إذا حدث تقارب بين الأعضاء التناسلية الذكرية والأنثوية، وحسب معطيات النص لدينا أثناء فترة التوالد وبعد استعراض زواجي يدوم مدة قصيرة، يقوم الحبار الذكر بإدخال خصيرة تحتوي على أمشاج ذكرية داخل الفتحة التناسلية للأنثى الموجودة على مستوى البطن. إذن هذا يظهر أن الحبار يتزاوج. وبالنسبة للتعليل يمكن أن أخذه من النص فأكتب: لأن الحبار الذكر يقوم بإدخال خطيرة تحتوي على أمشاج ذكرية داخل الفتحة التناسلية للأنثى الموجودة على مستوى البطن. وبالنسبة لنمط الإخصاب عند الحبار، أتمم القراءة: تنتقل الأمشاج الذكرية داخل المسالك التناسلية للأنثى وتتجه نحو البويضات فتخصبها، يعني أن الأمشاج تلتقي داخل المسالك التناسلية، إذن فالحبار له إخصاب داخلي. وأكتب في التعليل: لأن الأمشاج تلتقي داخل المسالك التناسلية الأنثوية. السؤال الذي يليه: هل الحيوان ولود أم بيوض؟ نعود للنص ونتمم القراءة: بعد الإخصاب يتغلف البيض الغني بالمدخرات الغذائية بقشرة سميكة وصلبة، تضع الأنثى البيض في شكل عناقيد تثبت على النباتات البحرية. بعد حوالي 3 أشهر ينفقس البيض ويخرج منه صغار. إذن فالحبار هو حيوان بيوض لأن جنينه ينمو داخل بيضة. الآن سنحدد نمط النمو، يعني هل هو مباشر أم غير مباشر. دائما أتمم القراءة: بعد حوالي 3 أشهر ينفقس البيض ويخرج منه صغار الحبار شبيهون بالحبار البالغ، وبعد ذلك ينمو الصغير إلى أن يصبح بالغا وقادرا على التوالد. إذن فأقول أن للحبار نمو مباشر، لأنه عندما تنفقس البيضة يخرج منها صغير الحبار يكون شبيها بالحبار البالغ. وأخيرا أن نمثل الخطاط لدورة حياة الحبار، دائما نكتب ذكر الحبار البالغ وأنثى الحبار البالغة، وأمام كل واحد منهما نكتب الأمشاج. إذن بالنسبة للذكر يعطي حيوان منوي والأنثى تعطي البويضة، فيحدث إخصاب وبالضبط داخلي كما أشرنا في التمرين، تنتج عنه بيضة تدخل في الانقسامات فتعطي جنين ينمو داخل البيضة، وبعد ذلك يخرج من البيضة حبار فتي سينمو نموا مباشرا ليصبح بالغا قادرا على التوالد. التمرين الثالث: تبين الوثيقة جانبه رسما تخطيطيا لدورة حياة قنفذ البحر. أول سؤال: أتمم الوثيقة بما يناسب. السؤال الثاني: ما نوع الإخصاب عند هذا الحيوان؟ وبالنسبة للسؤال الثالث: استنتج نمط النمو عند هذا الحيوان. في هذه الخطاط التي تمثل دورة حياة قنفذ البحر، كما ذكرنا من الضروري تواجد الذكر والأنثى اللذان يحرران الأمشاج، فأي القنفذين الذكر وأيهما الأنثى؟ نبدأ أول شيء بالأمشاج، فهاته بويضات وهاته هي الحيوانات المنوية، ونعلم أن التي تنتج البويضات هي الأنثى، إذن هاته هي قنفذ بحر أنثى بالغة، والحيوانات المنوية يطرحها الذكر، إذن سأكتب بجانب هذا الرسم قنفذ بحر الذكر بالغ. نلاحظ هنا اقتراب الحيوانات المنوية من البويضة، وهذه مرحلة من مراحل الإخصاب لتتكون بيضة تتطور إلى جنين، ثم يخرج من البيضة صغير لا يشبه الحيوان البالغ، لذلك سأكتب بجانبه يرقة. الآن السؤال الثاني: ما نوع الإخصاب عند هذا الحيوان؟ بما أن ذكر وأنثى قنفذ البحر يحرران أمشاجهما في الماء لتلتقي في الماء أي خارج المسالك التناسلية، فنقول أن لقنفذ البحر إخصاب خارجي. السؤال الأخير: نمط النمو عند هذا الحيوان؟
بما أن اليرقة التي تخرج من البيضة لا تشبه الحيوان البالغ، فتتعرض بعد ذلك لعدة تحولات حتى تصبح شبيهة بالحيوان البالغ. لذلك نقول أن لقنفذ البحر نمو غير مباشر. ولكي لا أطيل عليكم نكتفي بهذا القدر، وإن كانت لكم أسئلة مرحبا لا تترددوا بطرحها، والسلام عليكم.